غادي ندير لكم كيكه ديال الكركاع والتمر. غادي نقول لكم المقادير. غندير فيها 4 البيضات، غندير 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان سنيده، 2 خمارات، 16 تمره، حيدت لهم ديك النوايه ديالهم العظم وقطعتهم طريفات، وعندي حفينه ديال الكركاع. غادي دير ما بين 5 دراهم حتى 10 دراهم، داكشي على حسب اختيار، وقريصه ديال الملحه والدقيق على حسب الخليط. بسم الله على بركة الله. غادي ندير قريصة ديال الملحة، 4 ديال البيضات، وندير نسيب كل بيضة بوحدها، إلا شتوني البيض مكنديروش بزلافة وعاد كنشوف واش خاسر ولا مخاسرش. عندي واحد الطريقة علموهالنا والدينا، كنديرو البيض وكنفوا عليه الماء، البيضة إلا طلعت فوق الماء راها خاسرة، ما طلعتش راه مزيانه. بسم الله على بركه الله. غادي نزيد السنيده دابا، غادي غير نجربوها كتجي هائله وغترحموني عليها. دابا غنزيد الزيت، دابا غادي نزيد التمر، 16 تمرة، هانتوما محيدة لها النواية ديالها وقطعتها طريفات، هانتوما غادي نزيد الكركاع. دابا غنزيد الدقيق على حسب باش نشوف، وكل واحد والدقيق ديالو كيكيطر، المهم نقص الرطب. ندير الخمارات جوج، خمارات ديال 7 غرام، انا كندير ازا، انا كتعجبني ازا، ديما كندير ازا. وانا غادي نجمع الخليط وانا غادي نوري لكم ملي غنخويه في المول، غادي نوري لكم كي كيهاد. ها نتوما غادي نخويها في المول، ها نتوما راه كتجي شي شويه قاصحه، لان هذا هو السر ديالها، حيت هادي كيكة. دابا الاخوات انا غادي نديرها في الفران، وانا غادي نوريكم درجة الحرارة لان درتهم قبل يسخن شوية. دابا انا غادي نشد عليها، هانتوما شوفوا درجة الحرارة فين غنبطها، 170، وغادي نشعل عليها، غنردها نشعلها غير من التحت، ومنين طيب نتلاقاو ان شاء الله. الكيكة ديال الكركاع والتمر هي وجدات، نتمنى تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. هانتوما هي كي جات، ديروا لي جيم في القناه ديالي ودعموني وتكيو على الجرس.